أكيد مشاهدينا وقفة رياضية مع زميلنا حازم الغامدي. مساء الخير. مساء الخير حازم. نور غوا وحمود. وصف أخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق تصرفات إدارة النادي الحالية بقيادة بارتوميو مع المهاجم لويس سواريز بالجبانة، وذلك بعدما تم إبلاغ اللاعب المهاجم بعدم الحاجة إلى خدماته في الموسم المقبل. وذكرت مصادر صحفية إن المدرب برشلونة الجديد تحدث مع سواريز هاتفيا وأبلغه بعدم الحاجة إلى خدماته في إطار حملة تصحيح يقوم بها النادي عقب الخروج من الموسم الماضي دون ألقاب للمرة الأولى منذ 12 عاما، وتلقيه الخسارة الأكبر في تاريخه الأوروبي أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف. أصدرت المحكمة العامة في الباراغواي قراراً بإطلاق سراح النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بعد أكثر من 5 أشهر من احتجازه في الباراغواي بتهمة دخول البلاد بواسطة جواز سفر مزور. وتم اعتقال رونالدينيو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين في 6 مارس برفقة شقيقه ومدير أعماله بعد أن حاولا دخول الباراغواي بجوازات سفر مزيفة. وافقت المحكمة على تعليق مشروط للاتهامات الموجهة لرونالدينيو ممهدا الطريق لتبرئة اللاعب من أي مسؤولية، كما حكم القاضي على اللاعب بدفع تكاليف قيمتها 90,000 دولار سيتم توزيعها على مؤسسات خيرية. وفي الدوري السعودي تجري الليلة عدة مباريات ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. المتصدر هلال في أولى المباريات يتفوق على الفيصلي بهدفين دون مقابل. وفي المحالة وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية خسر الأهلي أمام مستضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف، فيما تمكن الوحدة من خطف 3 نقاط ثمينة أمام التعاون بهدفين مقابل هدف. واستكمالا لمباريات الجولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تجري في هذه اللحظات مباراة تجمع نادي النصر صاحب المركز الثاني في سلم الترتيب مع متذيل الترتيب نادي العدالة، ويتقدم النصر ب3 أهداف مقابل هدف كما نشاهد مباشرة. من نادر المولد لعب كرة للأمام بعيدة عدت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة العالية شوف على فكرة يا عميل عدالة ومن النصر والعدالة إلى غوا وحمود. يعطيك العافية. شكرا حازم. مشاهدينا